في قمة نشاطه جمع أموالا طائلة وذهبا، ما جعل داعش أغنى تنظيم إرهابي في العالم. وبعد انحساره أثير السؤال، أين خزنت هذه الأموال؟ تقرير لصحيفة دي أتلانتيك الأمريكية نقل عن مسؤولين أمنيين عراقيين أن التنظيم كدس الأموال الطائلة والذهب في تركيا ونقل إليها الجزء الأكبر من أصوله، على الرغم من أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شركات الخدمات المالية في سوريا والعراق. ويقال إن بعض هذه الأموال يتم الاحتفاظ بها نقداً من قبل أفراد في تركيا، بينما تم استثمار جزء منها أيضاً في الذهب. تقرير الصحيفة بيّن أن أنقرة غضت الطرف عن نشاط داعش على أراضيها وجنيه ملايين الدولارات عن طريق بيع النفط المهرب للمشترين الأتراك. التقرير تحدث أيضاً عن عمليات نقل وتحويل الأموال في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت. ورغم هزيمة داعش عسكرياً، إلا أنه وحسب تقرير الصحيفة لا يزال يرقد على المفاجأة الهائلة التي قام بتشييدها خلال فترة ذروة قوته، وتم استثمار بعض الأموال في مشاريع تجارية، وكشفت مداهمات لمقار شركات مرتبطة بداعش في مدينة أربيل أن المجموعة استثمرت في كل شيء من العقارات إلى تجارة السيارات. وبعد هزيمة داعش ما زالت أمام التحالف الدولي مسيرة طويلة لإسقاط إمبراطورية التنظيم الإرهابي بمعاقبة الشركات المرتبطة بتنظيم داعش وحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الدولي.